بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم
لكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط
الحق فتقعد ملوما محسورا. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم. نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إنه كان منصورا. إنه كان ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد. إن العهد كان مسؤولا. إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. و
ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا
قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون تجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر
الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان محذورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوف
يخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا رب
رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير خلقنا تفضيلا
يمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تتركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من أمر ربي وما ولئن
شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولئن جئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تكون لك جنة من نخيل أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. كما زعمت علينا كسفا أو تأتي
أوتي بالله والملائكة قبيلا كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أو ترقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا بعث الله بشرا رسولا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يهد الله
فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ولن يضلل فلن تجد لهم أولياء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني
فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال لقد علمت ما والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا.
الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا